وإلى الأخبار المحلية، حيث انضم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي اليوم إلى معسكر المنتخب الوطني في سويسرا للمشاركة في وديتي البرتغال واليونان المقرر إقامتهما يومي 23 و27 من مارس الجاري. ويشارك هداف الدوري الإنجليزي في المران الثاني للفراعنة مساء اليوم بعد أن تغيب عن المشاركة في المران الأول بعد حصوله على إذن من أجل خوض زيارة سريعة لناديه السابق بازل والذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية بأوروبا. يغادر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إلى مدينة زيورخ السويسرية غدا الخميس لحضور ودية منتخب مصر أمام نظيره البرتغالي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب ليدز ويجراند. وكان المنتخب قد أدى تدريبه الأول مساء أمس بمدينة زيورخ السويسرية وسط الثلوج استعدادا للقاء البرتغال، وشارك في المران جميع اللاعبين فيما خضع الرباعي عبد الله السعيد وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وعمر جابر لتدريبات تأهيلية بسبب الإصابات التي يعانون منها. أعلن اتحاد الكرة رسميا انضمام 3 عناصر جديدة للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بداية من معسكر سويسرا الحالي والذي انطلق أمس ثلاثاء استعدادا للمشاركة في مونديال روسيا 2018. وضم كوبر الثلاثي الجديد في جهاز المنتخب وهم الإنجليزي لوران بانك مسؤول التغذية والإيرلندي جون كيلي مدرب القوة البدنية والأرجنتيني سيفيرو كوستافو مساعدا للمدرب.